بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ على طول نعمل اكزامبل كده عشان نجرب التراي كاتش بتاعتنا. هعمل ايه المثال المرة دي؟ هنعمل اكزامبل بسيط. هعمل الاول فانكشن كده بسيطة هسميها برومبت اللي هو يعني انا هطلب من اليوزر شيء. عايز اعمل فانكشن، اول ما احب اطلب من اليوزر شيء هنادلها على طول برومبت، قلت له بتستقبل بس ارجمنت او بارامتر اللي هو المسج عشان ابعت له رساله، انا اقول له هات لي دخل الرقم الكذا وبتاع، وهي بتريترن انت. هسميها برومبت انت، خليها برومبت انت. هي شغاله بس برومبت انت بتطلع بس مسج لليوزر بيقبل منه رقم صحيح، ووارد طبعا لما يجي يدخل رقم صحيح يحصل مشكله. فاقوم تعمل ايه في التراي؟ اول حاجه هطبع المسج اللي بعتت لي، وبعدين هقول له val، عملت فاريبل اسمه input، وده بقى اللي هريد اللاين. يعني اليوزر هيدخل قيمه، انا اول هطبع المسج اللي جات لي، وبعد كده هعمل ايه ريد لاين، هقرا القيمه اللي اليوزر دخلها وحطيتها جوه الفاريبل اللي اسمه input. بعد كده هعمل لها converting لانتجر عشان اتاكد ان القيمه طلعت رقميه. وعملت ايه انتجر دو بارس انت، واديته الايه الانبوت. طبعا الكود ده ذات نفسه ممكن يريز ايرور، لان لو الرقم ما كانش انتجر او التكست او حاجه هتضرب، وساعتها هيضرب. فاقوم تعمل حسابي على طول في الكاتش على الخطا اللي اسمه نمبر فورمات اكسبشن. النمبر فورمات اكسبشن ده نوع الخطا اللي بيحصل لما يجي يحول حاجه الى رقميه وهو مش لقى فيها حاجات مش مظبوطه. خلاص، وقلت له بقى هنا ريتيرن، فكده هيريتيرن لما يحصل تراي سليمه هيريتيرن الرقم اللي هو حصل له كونفرت. في الكاتش هخليه ريتيرن زيرو، يعني لو ما عرفش يحول الى نوع رقمي هيبقى الديفولت بتاعه زيرو. تمام كده؟ طيب، طبعا ان هو اصلا من نوع من النمبر فورمات اكسبشن جافا، خد بالك لان في حاجات اغلب الاكسبشنز نوع جافا، لكن في برضه تبع الكوتلين هوريكم واحنا شغالين ان شاء الله، بس خلينا دلوقتي ما نفصلش عن المثال اللي احنا فيه. المهم كده ايه، عملت ريتيرن قبل تراي، اتنفذت صح، هترجع الرقم اللي انا عملت له كونفيرت في الكاتش، هترجع الزيرو. جيت بقى في المين فانكشن عملت ايه؟ عملت فاريبل اسمه نمبر 1، وقلت له برومبت انت اللي هي الفانكشن بتاعتي، وقلت له انتر فيرست نمبر. خلاص انا اكدني كده ايه، برومبت انت انتر فيرست نمبر، هتنادي على الفانكشن هتاخد اللي انت هتدخله وهترجعه لك كرقم صحيح، ولو كان ما عرفش يحوله هيطبع لك زيرو. تمام، هيرجع لك زيرو. و برنت لاين هقول له الفيرست نمبر از، ومثلا اطبع الايه النمبر اللي انت دخلته عشان بس ايه يعني اشوفه، يعني بعد ما ادخله اشوفه بس ان هو كمان مستقبله. وعملت لنفسي فانكشن كده بتاخد الرقم ولو كان في ايرور بتصلحه. خدت منها كابي بيست كده ومتعامل نمبر 2، وقلت له انتر سكند نمبر، وهطبع برضو اطبع الفاريبل اللي هو ان او 2 ان او 2، وقلت له ايه سكند نمبر. وتعالى بينا ايه نتست الكلام ده، نعمل رن ونشوف النتيجه هتكون ايه لما عملنا رن. طبعا المفروض ادخل رقم اولاني ورقم تاني، هجرب معاكم رقم سليم ورقم مش سليم عشان بس نشوف النتائج. الاول دخلت له 15، قال لي فيرست نمبر، قال لي 15 عادي مفيش مشكله. قال لي الرقم التاني، قلت له احمد، طبعا ما عرفش يحوله ورجعه لي بايه بصفر. يبقى انا قدرت اتحكم هنا لو في خطا ما يضربش، لكن استخدم ايه شيء بديل.